السلام عليكم، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامجكم الو مكملين، حلقه يوم الجمعه، جمعه مباركه عليكم جميعا. حاجه جميله جدا ومبادره رائعه جدا لما نشوف امير الكويت بيتعامل بحس وطني وابوي ويصدر عفو عن مجموعه من المعارضين اللي من الكويت بيعارضوا بحبا في الوطن مش شيء تاني، وبعدين ضاقت عليهم الأمور فخرجوا إلى خارج الكويت. أصدر أمير الكويت عفو عنهم فعادوا إلى أرض الوطن. موقف رائع جدا، وطني من كل الجهات، الكل فيه كسبان. كسبان الأمير اللي تعامل بمنطق الوالد والأب والأخ الأكبر للجميع وعفى عن المعارضين اللي رجعوا ورأسهم عالي ولا زالوا يقدموا أفكارهم وأطروحاتهم خدمة للكويت وللشعب الكويتي. ففي الآخر اللي كسبان هو الوطن، واللي كسبانة روح الوطنية لدى الجميع، اللي بيمثلها مواطن كويتي بيعارض علشان مصلحة وطنه وشعبه، وأمير للكويت بيصدر العفو لإعلاء المصلحة الوطنية وعلشان يقول إحنا كلنا واحد طالما بتخدم أرض الكويت وتعارض من أجل الكويت. في نفس الوقت ده بتشوف على نسق آخر أو على نسق آخر الإصرار على وصم ووصف كل المعارضين وأصحاب الأفكار الوطنية الأخرى في الوطن العربي. بتلاقيهم اللي عايز يتخلص منه، يعني في رئيس مثلا تلاقي عايز يتخلص من أي حد بيخالفه الرأي أو يعارضه، تلاقي واحد تاني بيحطهم على قوائم الإرهاب، تلاقي واحد تالت عايز يسحب منهم الجواز، وده الجواز السفر، وده ليه يعني كل اشكال التعامل مع الطبقات المختلفه. يعني ايه؟ يعني لو انت مثلا برلماني زي زياد العليمي هتلاقيهم بيحبسوك، لو انت مرشح رئاسي سابق زي عبد المنعم ابو الفتوح هتلاقيهم بيحطوك على قائمه الارهاب، لو انت رئيس دوله تم انتخابك باراده شعبيه حره مباشره وثقه الناس هتلاقيهم بيخطفوك ويحبسوك ويقتلوك زي الرئيس محمد مرسي، لو انت رئيس سابق زي الرئيس المنصف المرزوقي هتلاقي قصص عيد بيحاول ياخد الباسبور الدبلوماسي بتاعك وبيصدر نشرة لدى الانتربول للقبض عليك، لو انت نائب رئيس للدولة زي طارق الهاشمي اللي كان في العراق مثلا هتلاقيهم طفشوه وعملوه وقتلوا اخواته وقتلوا حراس من حراسه وهو موجود خارج البلاد، لو انت كنت عضو في مجلس السيادة امبارح مع العساكر في السودان فانت النهاردة مغضوب عليك وربما تكون في سجن او مطلوب راسك. ليه الانظمة او اغلب الانظمة اللي في العالم العربي ترى ان من يخالفها الرأي هو خاين هو مجرم ويستحل دمه؟ ليه الرئيس محمد مرسي اللي انتخب بإرادة شعبية تم وصفه بكل الأوصاف اللي كلها ما كانتش فيه، انه تآمر وخان وباع، مع انه امبارح كان رئيس جمهورية وتاني يوم على طول لما حصل عليه الانقلاب وصم بكل هذه الأوصاف؟ ليه رئيس زي المنصف المرزوقي لما انحاز لشعبه وشاف ان اللي بيحصل في تونس هو ردة وانقلاب انقلب عليه قيس سعيد وقال له انت مطلوب للعدالة، لدرجة ان في كتاب كاتبه راشد الغنوشي تم سحبه من مهرجان في تونس او معرض كتب في تونس، وفي كتاب تاني لاحد السياسيين بيتكلم عن الدولة الفاشلة تم سحبه برضه من تونس من معرض الكتاب، وفي احد اعضاء البنك المركزي في تونس اتكلم عن ان تونس لم تعد دولة مرحب بها اقتصاديا تم فصله. يعني لماذا هذا التكالب او التناحر أو إما تكون معنا أو أنت عدو لنا؟ القاعدة دي مش موجودة في الكويت. أمير الكويت عفى عن المعارضين، لماذا لا يصدر عفو عن المعارضين أو المخالفين سياسيا في البلاد العربية المختلفة؟ ده موضوع النهاردة بصراحة عايز أتناقش فيه بعد ما شفنا روح حلوة جدا، روح رائعة ما تقدرش توصفها غير يعني بألطف الأوصاف والكلمات اللي حصل في الكويت، عودة الخمسة المعارضين والاستقبال الشعبي الحافل والعفو الأميري من أمير الكويت بشكل بيجسد وحدة وطنية
رائعة الكسبان فيها هو الكويت وشعبه.